وعرفنا إسلامه كيف أسلم وخلاصه كيف خلص، خلص من الموت يعني، ولا كان بده يقتل هو على أنه إنما أسلم على يد العباس رضي الله تعالى عنه، والعباس هو الذي منع الناس من قتله، وجاء رديفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أن يشرفه وأن يكرمه نعم وبنيه به، وتلك يد بيضاء. شو بعد كل الذي فعله أبو سفيان النبي قبل فيه شفاعة العباس ورضي بإسلامه المدخول على نفاق وكذب، وسوف يأتيكم بيان هذا، تخيل نعم باعترافه حين قال له النبي تشهد كذا كذا شهادتين، قال أما هذه يا محمد ففي النفس منها شيء، أنك أنت نبي ورسول والله مش النفس غير طيب الشهادة، والعياذ بالله أشرب الكفر والنفاق الرجل عجيب، والنبي قبل مش مشكلة. وتلك يد بيضاء، لكن نريد أن نرى كيف كافأها إيه بنو أبي سفيان هذا أبناؤه وأحفاده، كيف كافوا هذه اليد، ورأينا ورأى التاريخ وإنا لله. وتلك يد بيضاء ونعمة غراء ومقام مشهور وخير غير منكوط، عن كتبين المهم. فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليا وسموا الحسن، واضح عند المقريزي يقول لك أنا مؤرخ لا تعلمنيش وقتلوا الحسين وحملوا النساء، مين النساء؟ أهل البيت، نساء بنات محمد يعني، وحملوا النساء على الأقتاب، أقتاب الجمال، وكشفوا عن عورة علي ابن الحسين زين العابدين عليه السلام حين أشكل عليهم بلوغه كما يصنع بذراري المشركين إذا دخلت ديارهم عنوة، وبعث معاوية ابن أبي سفيان إلى اليمن بسر ابن أرطعة فقتل ابني عبيد الله ابن عباس وهما غلامان من أهل بيت النبي أيضا هذولا لم يبلغ الحلم، فقالت أمهما عائشة بنت عبد الله ابن عبد الدار ابن الدبان ترثيهما يا من أحس ببني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف إلى آخر الشعر، مؤثر جدا يمكن أن تقرأوه بطوله في الكامل لابن الأثير الجزري المحدث والمؤرخ بطوله نعم. وقتلوا لصلب علي بن أبي طالب أبناء أبي سفيان جزاء أن النبي عفى عنهم وعن أبيهم بعد محاربة دامت زواء 20 سنة مستمرة من السنة الأولى للبعثة إلى سنة الفتح في السنة الثامنة أيها الإخوة، 21 سنة تقريبا، قال بهمش عفونا الحمد لله، جزوه هذا الجزاء عليه السلام، وندافع عنهم. والله إني لأشعر أن هذا الدفاع يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخطه، أشعر بهذا. وقتلوا لصلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 9، ولصلب عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه 9، ولذلك قالت نائحتهم عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن دبت آل الرسول، 9 منهم لصلب علي قد أصيبوا و9 لعقيلي على يد بني أمية، ورضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. هذا وهم يزعمون أن عقيلا أعان معاوية على علي، فإن كانوا كاذبين فما أولاهم بالكذب، قال ما هم بقيتوا الكذب بنو أمية هم أكذب عباد الله وإن كانوا صادقين فما جزاه خيرا، قد ضربوا عنق مسلم بن عقيل ابنه قتلتموه صبرا، وقتلوا معه هانئ بن عروة لأنه آواه ونصره في قصة استشهاد حسين طبعا بالكوفة. وبعدين ايش يقول المقريزي؟ وأكلت هند كبد حمزة فمنهم آكلة الأكباد، والحين يعود يتحدث عن بني أمية بشكل عام، بيت السفيان عاد مش عن الجزاء لأنه هذا قبل، هذا في أحد، آكلة الأكباد ومنهم كهف النفاق. من هو كهف النفاق هذا؟ قبل مين؟ أبو سفيان، أبو سفيان كهف النفاق هذا، يأوي إليه المنافقين دائما، ومنهم كهف النفاق ونقروا بين لحيي الحسين رضي الله عنه عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه المنسوب لهم، ونبشوا زيدا وصلبوه وألقوا رأسه في عرصة الدار تطأوه الأقدام وتنقر دماغه الدجاج. الله أكبر يا أخي، كلام طويل، ممكن أن تقرأوا الرسالة بطولها أيضا، وهي زواء 70 صفحة مش طويلة يعني، تقرأ في مجلس نعم. الله أكبر نعم، إلى أن يقول في الصحيفة 35 يعني صفحة 35 نعم، وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية. شوف المغريزي، هو أبو يعني بدك تعرف أبو سفيان؟ هو أبو معاوية، تعرف معاوية؟ هذا أبو، فبتعرف هذا، شوف المؤرخ هذا، لا
روح بالله عليك علمني المؤرخ، يقول انت مش فاهم، احنا افهم منك. المقريزي قال وابو سفيان هذا هو ابو معاويه، ولم يزل بعد اسلامه هو وابنه معاويه من المؤلفه، لم يزل. يعني عند المقريزي لم يحسن اسلامهما. هتقولي من المؤلفه؟ حيوجن طبعا جون هؤلاء لا يعرفون. كيف تجرؤ ان تسمي معاويه مؤلفه؟ من المؤلفه؟ ايما مؤلفة من المؤلفة معاوية، وسوف يثبت لكم هذا. وابن تيمية يقول إنه من المؤلفة، قطع من المؤلفة، والذهبي وابن حجر العسقلاني وابن الأثير في أسد الغابة مؤلفة، وسوف يثبت لكم هذا، وسوف نهتم بهذه الحقيقة. هل هو من المؤلفة ولا من الذين أسلموا عام القضية؟ وعندي مبحث طويل دقيق بإذن الله تعالى في مسألة إسلام معاوية ومتى أسلم، وهل هو من مؤلفة أو ليس من مؤلفة؟ نريد أن نعرف الحقائق. هذه طريقة لبحث الحقائق، نوع من التدريب، استفيد منه كتدريب لبحث الحقائق والمقارنة. ومنه ومنهم، نعم. يقول في الصحيفة 32 وهي أم معاوية عن هند ابن أبي سفيان الذي يعني هنشوف الصلة، صلة الموصول، الذي قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ الخلافة من الحسن ابن علي رضي الله عنهما، واستلحق زياد ابن سمية، واستخلف على الأمة ابنه يزيد القرود ويزيد الخمور. يزيد القرود ويزيد الخمور، مشهور كان يلعب بالقردة وخمر 24 ساعة خمر والعياذ بالله. قال هذا معاوية، هذه أمه وهذا أبوه وهذا إيه؟ وهذا معاوية. نأتي الآن إلى الصحيفة 44. نعم. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حشرج ابن نباتة قال حدثني سعيد ابن جهمان قلت لسفينة، من سفينة؟ الصحابي مولى رسول الله رضي الله عنه، هذا اسمه حديث سفينة معروف، وهذا الحديث رواه 19 إماما من أئمة الحديث، ومن آخر من صححه المرحوم الشيخ الألباني. قلت لسفينة، عفوا هذاك حديث هذا حديث صحيح، حديث صحيح بلا مثنوية، لكن ذاك حديث الخلافة يرويه سفينة أيضا، الخلافة بعد 30، هذا تتمته في بعض إيه وهو صحيح. قلت لسفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، هم خلفاء أيضا، هم أبو بكر عمر عثمان وعلي. فقال كذب بنو الزرقاء. فالصحيح وسوف يأتي هذا، كذبت أستاه بني الزرقاء، سبهم، قال كذبت أستاه، جمع أست، كذبت أستاه بني الزرقاء، بل هم ملوك من أشر الملوك، وأول الملوك معاوية. هذا ليس كلام سفينة، المحققان لم يبدو، وضع فقط إيه فاصلة، هذا خطأ، هذا من كلام المقريزي، هذا ليس إيه في رواية إيه سفينة. المحققان ظن أن هذا إيه؟ من كلام سفينة، هذا خطأ طبعا، علقت أنا هذا. هذه الجملة للمقريزي يقول سفينة بل هم ملوك من أشر، يعني من شر، أصل شر أشر، ما في مشكلة، ليس لحنا، أصل شر أشر، وأصل خير أخير، فلان خير من فلان، أخير من فلان، فلان شر من فلان، أشر من فلان، كلاهما صحيح فصيح، بل هم ملوك من أشر الملوك. قال المقريزي وأول ملوك معاوية، طبعا هؤلاء الملوك الذين وصفوا إيه بما وصفوا الآن. فهذا المخريز رحمة الله تعالى عليه. نعم.